السلام عليكم الأخوان. اليوم غادي نشوفو الميل والاتجاه ديال الألواح الشمسية. إذا من بين الأشياء اللي خصنا ناخدوها بعين الاعتبار هي لانكلينيزون ولا الميل اي اورينتاسيون بانو سولير. هنايا كما كتلاحظوا في لي زانكلينيزون كاين لانكلينيزون اللي هي مثلا اصغر من 90 درجه، كاين اللي هي كتساوي مثلا بحال هنا دائما مع الاشعه، مع الاشعه الشمسيه. كاين اللي 90 درجه، وهذه هي يعني الاحسن فاش كتكون عندنا تقريبا الاشعه متعامده مع سطح ديال الالواح الشمسيه. وكاين ما هي يعني اكبر، يعني كتكون اكبر من 90 درجه. هنايا كما كتلاحظوا على حسب، بطبيعه الحال على حسب الفصول. اذا كاين عندنا الفصول الاربعه هنايا، الا كما كتلاحظوا هنايا ليفر ولا فصل الشتاء. فصل الشتاء كتكون دائما الشمس مايله بزاف، تقريبا باقل من 16 درجه مش كتكون مائله، مع السطح مثلا ديال هنا خدينا بحال الواح الشمسيه في شي سطح اللي هو مائل. هنايا لي مي سيزون راه تقريبا بحال الخريف مع الربيع. اذا كما كتلاحظوا الاشعه شويه كتمشي تقريبا في اتجاه ديال 40 درجه، 40 درجه في الميل ديالها، او لا في مقارنه مع السطح ديال او لا الوجه ديال اللوح الشمسي. وهنايا كما كتلاحظوا دائما خلاص في الصيف، الصيف كما كتلاحظوا دائما الشمس كتكون شويه جايه في وسط السماء، كتكون دابا هذه يعني تقريبا 62 مثلا 62 درجه. ولكن على حسب يعني لي روندومون ولا يعني باش يعطينا باش يكون مزيان. اذا كما كتلاحظوا لي زانكلينيزون كاين اللي مثلا على حسب السطوح ولا على حسب مثلا الاوضاع ديال الالواح الشمسيه. غادي تلاحظوا باش يعني الكفاءه اللي كتعطي مثلا الا كنا درناها في 0 درجه ولا في 30 درجه ولا 60 ولا 90 درجه. غادي تلاحظوا كاين لس، كاين السودس هنايا في الغرب، ولا إذا درناها في الغرب لاحظوا الروندمون كيكون 93%. هنايا إلا كان في صفر درجة في لورينت في لانكلينيزون، إلا كانت لانكلينيزون مثلا ولا الميل في 30 درجة، الروندمون ولا العطاء تيعطي تيكون 90%. كان 60 كيعطي 78، كاين 90 درجة كيعطي يلاه 55%، يعني تقريبا يلاه النصف. هنايا السوداس كدا كما كتلاحظوا الجنوب والغربي. إذا كما كتلاحظوا هنايا على حساب دوك الألواح الشمسية ديالنا اللي كتبان مزيانة في الروندومون هي في الجنوب، في الاتجاه ديال الجنوب. اذا الاتجاه كيكون في اتجاه ديال الجنوب، والميل كيكون مثلا 30 درجه. اذا ثلاثه في الغالب، وهذا هو يعني اللي خصنا نطبقه، هو خصنا نخدمه دائما في الغالب 30 درجه هي اللي كيكون فيها الروندمون مزيان. اذا كما كتلاحظوا الا كانت في السود يعني الروندمون تيكون 100%. علاش السود؟ لان السود يعني تقريبا الشمس كنحكموها من الشرق حتى الغرب. اذا الروندومون هو اللي كيكون مزيان بالنسبه ل 30 درجه. اذا خصنا ناخذ دائما بعين الاعتبار الميل مع الوجهه ديال هنا واس. الى درناها في الجهه ديال الشرق تيكون الروندومون 98%. اذا هذا على حسب يعني الدراسات اللي تداروا. غادي نعطيكم بعض الامثله. هنايا واحد التركيبة درناها هنايا، عطينا الميل كما كتلاحظوا
ديال 30 درجة، وهنايا السقف كيكون مستوي، ولا الأرض حتى هي كتكون مثلا أرض مستوية. هاد الحالة، كاين هاد الحالة أخرى، هادي حتى هي درناها في واحد السطح كما كتلاحظوا، عندها واحد السترة عالية، داكشي باش هزينا شي شوية هاد الألواح حتى يتقدوا تقريبا مع المستوى ديال هاد السور، ولا هاد الحائط، ولا السترة اللي دايرة بالسطح. وهنا كما كتلاحظوا هنايا السقف مائي، لذا كاين هاد الشيء كيستعملوه بزاف في الدول الغربية ولا الدول الأوروبية، كيستعملوه بزاف هاد الليطوا ولا هاد السقوف اللي كتكون مائلة. إذا هو كيمشي على حساب الميل ديال السقف، يقدر يكون 30 درجة، يقدر يكون ب60، يقدر يكون على حساب الميل ديال السقف. كاين بعض الحالات بحال هكا، كاين اللي تيحكموا مثلا تيديروا في الاتجاه ديال الشرق، وهنايا الغرب، الشرق والغرب. اذا بحال كيقسموا هنايا باش كيكون يعني تقريبا كتكون الاستفادة في النهار كامل، يعني فاش في الشروق كتكون واحد الواجهة كتحكم لنا هادو، وفي وسط النهار تقريبا كيتقبطوا كاملين، وفي الغرب كيتشد هاد الواجهة مع هادي. السلام عليكم. الدرس المقبل ان شاء الله غادي نشوفوا حتى هو واحد الدرس اللي هو مهم جدا، اذا خصكم تتبعوه، خاصة كنلاحظ ان الاغلبية ما كيحترموش واحد المجموعة بطبيعة الحال ديال النورم اللي تيخصنا يعني نتبعوها في التركيب ديال الالواح الشمسية، وهي حتى داك الفارق اللي كيكون مثلا الا خدينا على سبيل المثال هادو، هاد الفارق اللي كنديروه، ولا هاد اللي كنسميوها لونتراكس، ولا هاد المسافة اللي كتكون بين هاد الالواح اللي في الامام مع الالواح اللي موراها، هذه هي راه مهمة باش ما يكونش كما كتلاحظوا هاد ما يكونش الظل، يعني باش ما يقيسهمش الظل. اذا السلام عليكم. الدرس المقبل ان شاء الله غادي نهضروا على اشياء اللي هي كما قلت لكم مهمة جدا.